في نمبر 10 بقول وات على بعضها كمصطلح عندي اسمها وات اون ايرث. وات اون ايرث طبعا للسبرايز او للدهشه. وات اون ايرث دو يو ثينك يو ار دوينج، انت بتعمل ايه؟ معناها كده انت بتعمل ايه. ذا لايت اون ذيس ماشين شوز ذات ذير از كونكتد تو ات. اللايت في لمبه، اي ده في الماكينه دي او في الاله دي، ده بيعني Power. ان في ايه؟ ان there is power، ان there is power، ان there is power. تمام. النقطه اللي بعدها بقول although no one can live without air، على الرغم من اننا ما نقدرش نعيش بدون الهواء. it is اللي هو الهواء يعني، Invisible. it is طبعا invisible فهو غير مرئي، it is invisible. هكمل بقية الاكسرسايز على الكلمات. تعال نشوف كده حتة من الريرايت اللي على الجزء ده، الريرايت على الكلمات. There was a lot of destruction in the city after the earthquake. خلي بالنا، there was a lot of destruction، كان فيه دمار، in the city في المدينة، after the earthquake بعد الزلزال او بعد حدوث الزلزال. عايزني اقول destroyed، ودي الحته الخاصه بحفظك للافعال والاسماء اللي موجوده فوق والصفات طبعا. تمام، عشان كده قلنا الجدول مهم. افهم الجمله واديني المعنى المطلوب باستخدام الفعل بقى. طب أقول لك يا سيرو، ها the city was destroyed after the earthquake. the city was destroyed after the earthquake، صح. ولها حل تاني؟ ها عبد الرحمن قال the city was destroyed after the earthquake. طب انا ممكن اقول، ها ممكن أقول after the earthquake a lot of destroyed buildings in the city. There was a lot of ما destroyed ينفعش، buildings. مش هينفع اقول a lot of خالص، لان a lot of شغاله مع اسم، a lot of شغاله مع اسم يا ملك، زي ديستراكشن. انما destroyed هنا كفعل اقدر استخدمه عادي واقول هنا the earthquake. ماله الearthquake؟ ها The earthquake destroyed the city. destroyed the city، the earthquake destroyed the city. تمام، وزي عبد الرحمن ما قال the city was destroyed by the earthquake او after the earthquake، دمرت المدينة بسبب الزلزال او الزلزال دمر المدينة، يبقى the earthquake destroyed. number two، some germs can't be seen، بعض الجراثيم لا ترى، because they are very small. بيقول تمام يا سير، استخدم invisible، هي هتبقى invisible some بتساوي germs مين هنا؟ بتساوي very small. لا، لا، some germs is invisible اللي هي cannot be seen. كانت بي سين لا ترى، يعني كانت بي سين هشيلها واكتب مكانها انفيزيبل. بس invisible خلي some بالك germs بقى، invisible خلي بالك بقى، ان انا or عشان اقول انفيزيبل كصفه بمعنى غير أي مرئي يبقى لازم استخدم جزء من فيرب تو بي، يبقى هقول أيوة some germs ها or are invisible. are invisible because they are تمام، very small. ايوه، يبقى some germs are invisible because they are very small، اللي هي معناها can't be seen، يبقى can't be seen بتساوي are invisible، غير مرئية. جميلة ديت وبتيجي دايما في الامتحان، هي number 3. I can speak English well، I can speak English well. هي ايه علاقة can بإيبل؟ كان فعل عندي بمعنى يستطيع، يعني بتعبر عن القدرة والاستطاع. بس عشان أقول كان بتساوي هنا كان زائد مصدر عشان أقول I can speak. طب وإيبل يا سير؟ إيبل صفة بمعنى قادر. طيب وبما إن هي صفة يعني لازم يجي لي قبلها يا أم يا إز يا آر في المضارع. يعني أنت عايز تقول إيه؟ عايز أقول لك حبيبي إن I can speak English بتساوي I am able
to speak English. I am able to. أيوه. I can speak. يعني I am able to. طب لو he can يبقى he is able to. لو they يبقى they are able to. طب دي واحدة. دي واحدة. ده لو هستخدم able يبقى لازم أجيب قبلها am or with or are. ده في المضارع. أمال لو ده هي كانت could ماضي كنت أنا قلت له was or were. تاني I could يبقى بيتسوى I was able to. could يعني was or were able to والمصدر. طب كان يبقى معناها am أو إذا أو are able to والمصدر. يبقى إذا able to صفة لازم يجي لي قبلها am أو إذا أو are في المضارع was أو were في الماضي. وبعد able يجي لي to مصدر. بعد able اسمها able to مصدر. اسمها able to مصدر. طب ياسين لو مديني كلمة ability. يعني ability قدرة أو مقدرة. يبقى عايز أجيب ability هنا في الجملة دي. يبقى هقول له I have the ability. I have the ability. يعني معنى كده ان انا بستخدم have او has ومعها اسم. I have the ability to speak English well. اللي هي بتساوي I am able to speak English well. اللي هي بتساوي I can speak English well. خلي بالك من استخدامات دي. في حد مش فاهم ديت لحد دلوقتي؟ يبقى able to معناها قادر على أن. بيجي لي بعد able to مصدر اللي هو speak عندك في الجملة. طب ما أنا كنت بقول كان ومصدر وبرضو able to ومصدر. ولكن الفكرة في أن able to صفة لازم يجي قبلها أما وذا وآر. تمام بالضبط زي ما قلنا invisible صفة أو صفة كان لازم يجي لي قبلها آر. فقلنا some germs are invisible. وهنا هقول I am able to speak. I am able to speak. أنا قادر على إني أعمل كذا. Number four. The police are. هي police are. أيوة police are. كلمة police دايما جمع. The police are. The police are trying to know the reason why the millionaire disappeared. تمام يا سيدي. Police بيحاول يعرف سبب اختفاء. اختفاء المليونير. عايز استخدم كلمة disappearance. تمام انا مش متأكد منها سير. هي the police are trying to know the reason of the millionaire disappearance. كلام جميل. كلام جميل. بس لما هقول reason اسمها reason for. اسمها reason ايه بقى؟ reason for. reason for المبرر لي او السبب فيه. يبقى ما حطش off وحط reason. For. يبقى the police are trying to know the reason for the millionaire's disappearance. ماشي. The disappearance of the millionaire. Okay. بالضبط زي ما بقول English teacher و teacher of English. معايا؟ معايا في الملكية ديت teacher of English اللي هي English teacher. فلو قلت millionaire's disappearance أو the disappearance of. disappearance of. the millionaire. اختفاء المليونير. يبقى تاني the police are trying to know the reason for the millionaire's disappearance أو the disappearance of the millionaire. I could not give any information about the accident because I had no idea about it. I had no idea about it. معنى الجملة أنا ما قدرتش أديك أي معلومات عن الحادثة لأن أنا ما كانش عندي أي فكرة. يعني ما كانش عندي معلومة. يعني ما عنديش أي مفتاح أو أي إجابة أقولها لك. طيب وهنا كلمة كلو معناها إيه؟ كلو معناها مفتاح لحل لغز. أيوة مفتاح لحل لغز. طيب يبقى هقول إيه؟ بقول يا سير I could not give a clue about the accident because I had no idea about it. كلام يعني قريب من الصح. قريب من الصح.
وهنا لما اقول I couldn't give any information، ما كنتش قادر اقول لك اي معلومة، because I had no idea. I had no idea اللي هي الجزء ده. I had no idea هي اللي هتتشال واحط مكانها كلمة clue. تمام؟ يبقى I couldn't give any information about the accent because I had no clues. ما عنديش اي مفتاح لحل اللغز ده، ما عنديش معلومة. بس had no سير، idea. ها مش هو برضو clue معناها information؟ كلو معناها هنا حل للغز، حل للغز. فانا هقول لك انا مش هديك اي معلومات لان ما عنديش ايديا، ما عنديش كلو. يبقى هو عايز تمام. هنا يسوي لي نو ايديا بنو كلو. نو ايديا يعني نو كلو. تمام تمام سير. اوكي، اروح بعد كده لجزئية تانية. تمام، اللي هي ايديا هي عبد الرحمن، الكلو يعني الايديا، التعريف بتاعها ماليش دعوه بيه دلوقتي، انت هتشتغل على المعلومه. انا مش هقدر افيدك بحاجه، معيش دليل، معيش دليل، معيش دليل. يبقى كلو هنا بمعنى دليل او مفتاح لحل لغز. هروح بعد كده لجزئيه تانية اللي هي مجموعه كلمات في الدرس الثاني. They are really cool. They are really cool. عرفنا قبل كده ان انا بستخدم الصفة كول بمعنى رائع او جميل، وايضا بمعنى معتدل البرودة. لو انا بتكلم عن الويزر بقول the weather is cool، يعني الجو جميل ومنعش. اما لو بتكلم عن اشخاص بالزي بتاعهم او بشكلهم فبقول they are cool، يعني شكلهم سمارت او شكلهم كيوت او جميل. مديني afraid of. afraid of يعني afraid of بمعنى خايف من. ما هو يصير afraid of بتساوي frightened of، ايوه، وبتساوي scared of، ايوه، يعني fear. fear معناها يخاف هنا. طيب معناها هنا not at ease. not at ease معناها برضه afraid of. يبقى لما اقول I am afraid of انا خايف من. assignment. assignment انا بقول لك عندك homework. الهوم ورك ده بيساوي كلمة تانية اسمها الهوم اساينمنت. هوم اساينمنت يعني اقدر ابدل كلمة هوم ورك اللي احنا بناخدها بهوم اساينمنت، الواجب. يبقى هوم اساينمنت معناها الواجبات المنزلية اللي هي معناها هوم ورك. يبقى السر الدانة هوم اساينمنت اللي هي هوم ورك. اتاك فعل بمعنى يهاجم، اللي هي فايت تو جيت سمثينج، وعكسها طبعا ديفند بمعنى يدافع. يبقى التاج بيهاجم وعندي ديفند بمعنى يدافع. كلامزي. كلامزي معناها كيرلس. كان عندك في سنة أولى كلامزلي اللي هي كيرلسلي بإهمال، ولكن كلامزي هنا بمعنى مهمل اللي هي بتعني كيرلس and unpleasant يعني غير صار. كريمينال معناها مجرم. كريمينال مجرم، بدي بتطلق على الشخص اللي بيرتكب جرائم، بدأ بسميه كريمينال مجرم. طيب يعني ايه كريمينال؟ اللي باد بيرسون، هو الشخص الباد سيء. هو ميكس كرايمز، ميك كرايم يعني يرتكب جريمة. يبقى كلمة كرايم بمعنى جريمة، والاسم منها كريمينال المجرم اللي بيرتكب هذه الجريمة. جلو احنا كان عندنا كلو من شوي اللي هو كان مفتاح لحل لغز، انما الجلو ده الصمغ يا سير. الجلو الصمغ، الستيك لزق. بقى الجلو ده عباره عن ليكويد سائل، تو ستيك اوبجكتس عشان بلزق بيه الحاجات. والكلمه دي جت في امتحان من الامتحانات عندك، هتلاقيها في الامتحانات اللي في نهايه المذكره، بيقول لي اي نيد سم نقط تو ستيك ذيس بيكتشر او ذيس بوستر. يبقى انا محتاج هنا الجلو اللي هو الصمغ. هولد بريس. هولد بريس معناها يحبس النفس او يمسك نفسه، اللي هي تو بي فيري سربرايزد. فيري سربرايزد يعني متفاجئ. انترستيلر. انترستيلر بقول بتوين ستارز اور بلانيتس، معناها هنا بين الستارز او البلانيتس، بين الكواكب والنجوم.
magnificent, magnificent بمعنى great, magnificent بمعنى great, حاجة ساحرة أو رائعة أو عظيمة يبقى great. make someone sick معناها بيسبب مرض لشخص. make someone sick, قلنا الفعل make قبل كده بيجي لي بعده مفعول زي someone أو him أو her أو أي اسم, ويجي لي بعد اسم المفعول هنا بيجي لي صفة زي sick أو happy, أو يجي لي مصدر. كنا بنقول he makes me answer, خلاني أجاوب, أو he makes me happy, بيجعلني سعيد, أو it makes me sick, الحاجة دي بتسبب لي المرض. يبقى make someone sick بيجعل هذا الشخص مريض, اللي هي make someone feel like vomiting بمعنى مريض أو مغمى عليه. mission اللي هي مهمة, المشن معناها المهمة يعني job وظيفة أو duty واجب أو وظيفة أيوة, يبقى مهمة اللي هي mission. مديني paper match اللي هي soft mixture of water و paper and glue, يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لي هي عبارة عن خليط من المية وكمان البيبر الورق and glue والصمغ. A piece of cake ده مصطلح على بعضه كده هنستخدمه وبيجي لي دايما في الامتحانات. A piece of cake بيقول لي idiom يعني مصطلح, بتساوي كلمة easy, فلو قلت the exam is easy, the exam is easy أو is very easy, وبيقول لي استخدم cake أو a piece, بيديني كلمة من دول أو يديها لي كلها, فهشيل كلمة easy وأكتب له مكانها a piece of cake. يبقى لما أقول the exam is a piece of cake معناها the exam is easy, الامتحان سهل. proud of, فخور بي, بقول براود اوف, وكان في عندي براود تانية اللي هي براود تو اللي كان بيجي لي بعدها مصدر, انما براود اوف فخور بي ويجي لي بعدها يا اسمي اي ان جي, اللي هي فيل هابي اباوت, يشعر بالفخر او السعاده ناحيه. عكسها اشيمد اوف, يعني اشيمد اوف خجلان من, مكسوف من, يبقى عكس براود حاجه بفخر بيها, حاجة بتكسف منها. بوتون معناها وير اللي يرتدي أو يلبس. ريسبونسيبل بيجي لي بعدها حرف جر اسمه فور, اكتب لي فور جنبها, بتساوي in charge of. تاني لما أقول my father is responsible for, اللي هي my father is in charge of يعني مسؤول عن, يبقى responsible for, وهنا بتساوي in charge of بمعنى مسؤول عن. فلو قلت ان he is responsible for the school, هو مسؤول عن المدرسة, يعني he is in charge of, يجيبها لي في الرايت ويقول لي he is responsible for the family, معنى كده he is in charge of the family, هو المسؤول عن. تمام, يبقى دايما هقول له of مع in charge, انما responsible عايزه for بعدها. A person who is او whose duty, الشخص اللي واجبه او مسؤوليته to look after a place, انه بيرعى او بيهتم, مسؤول عن المكان ده. وطبعا النون منها الاسم من responsible اللي هي responsibility مسؤولية, ودي شفناها لما كانت Miss Temple بتقول I have the responsibility for that, أنا المسؤولة عن القرار ده. secret بمعنى سر, not known by many people, لما الحاجة not known by many people مش معروفة من قبل ناس كتيرة, معنى كده it's a secret, ده سر. skyscraper برضو بيجيب لك الكلمات دي ساعات في الاختيار على الكلمات. skyscraper بمعنى ناطحة سحاب, اللي هي very tall building, مبنى عالي جدا, يقول لي
البيلدينج ده فيه 40 فلورز، فيه 40 فلور 40 دور، او 20 فلورز 20 دور، ده بسميها سكاي سكرابر، ناطحة سحاب. ودي طبعا كانت زمان مشهورة ان هي موجودة في اليو اس اي في امريكا، ولكن دلوقتي موجودة في كل مكان. سبيس كرافت، سبيس كرافت اللي هي معناها مركبة فضاء، سبيس كرافت مركبة فضاء. افيكل هي عبارة عن مركبة، ذات ترافلز ان سبيس تسافر الى الفضاء، يبقى السبيس كرافت هي عبارة عن فيكل ذات ترافلز ان سبيس. تيلالاي، خلي بالك بقى من المصطلح ده هو وعكسه. يعني ايه تيلالاي؟ تيلالاي معناها يقول كذبا، بيكذب. عكسها تيلزا تروس، يقول الصدق او يقول الحقيقة. يبقى اقول لك نيفر تيلالاي معناها تيلزا تروس، ما تكذبش يعني قول الحقيقة. ورد بيجي لي بعدها حرف جر about بمعنى قلق بشأن، وورد هنا صفة. لما أقول he is worried about his exams، هو الآن على الامتحان. يعني إيه worried؟ not feeling comfortable، ما هوش مرتاح، ما هوش مرتاح أو مش هادي، يبقى اسمها worried اللي هي بتعني nervous. بعد كده مديني شوية حروف جر لازم أحفظهم. لازم لازم ليه؟ لان لازم يجي لي في كل امتحان حرف جر او اتنين من دولت في الاختياري، ولازم يجي لي منهم في جزئيه الري رايت، عيد كتابه الجمله. ازاي؟ احنا لسه قايلين دلوقتي هجيب لك جمله فيها ان تشارج اوف، واقول لك استخدم فور او ريسبونسبل عشان تقول لي ريسبونسبل فور مكان ان تشارج اوف. المجموعه الاولى مهمه جدا اللي هي انترستد، اكتر من مره شفناها وقلنا ان ان اربطها ان هي ان ان اسمها interested in، مهتم بي يعني بيحب. يعني بيحب، يعني انت عايز تقول لي he is interested in music بتساوي he likes music. يجي لي في الامتحان يقول لي I am interested in English يعني I like English، يعني I am fond of English، يعني I am keen on English، يعني I am crazy about English. تاني interested in، fond of، keen on، crazy about، كلهم بمعنى مهتم أو محب، مهتم بي أو بحب، دول كلهم صفات. يعني لازم يجي معهم أم أو إذا وراء أو إذا وير اللي هو جزء من verb to be. طيب حاجة تانية، الحاجة التانية ان مع مجموعة الصفات اللي قدامي بحروف الجر دي لازم اكون عارف هي interested عايزة ايه، وهي fond عايزة ايه، وkeen عايزة ايه، وcrazy بتاخد ايه. تمام؟ يعني ممكن يا سيدي يجيب لي جملة ويقول لي he is fond of playing football، هو مغرم بيعشق كرة القدم، ولا ايه يقول لي استخدم keen، هقول له he is fond of بتساوي he is keen on. استخدم crazy تقول لي he is crazy about، استخدم interested تقول لي he is interested in، استخدم like يبقى he likes، he likes. طبعا هنا انا بساوي صفات بفعل، لما اقول I like يعني I am interested in. طب لو قلت I don't like، لو قلت I don't like، لو قلت هنا I don't like يعني I am not interested in، I am not fond of، I am not keen on، I am not crazy about. في مشكلة هنا لحد دلوقتي؟ لا يصير. يبقى مطلوب مني أحفظ الصفة وحرف الجر اللي بيجي معاها، وما انساش ان دول كلهم لازم يجي لي معاهم ام او اذا وارا او واز وير، باعتبار ان لازم استخدم فيرب تو بي مع الصفات. اما كفعل عند لايك ودونت لايك بديني ايه؟ افريد اوف وورد اباوت. يعني ايه افريد اوف؟ افريد عايز حرف جر اوف، زي ما قلنا سكيرد اوف او فرايتند اوف بمعنى خايف من. بيقول لي بتعني وورد اباوت، قلق بشان، الان علشان. يبقى لو قلت هنا I am worried about my exam results
معناها I am afraid of، أنا خايف من نتيجة الامتحان، قلقان من نتيجة الامتحان. قلنا responsible for مسؤول عن، اللي هي بتعني in charge of بمعنى مسؤول عن، ودي بتتكرر كتير في الامتحان زي ما قلت. tired of متعب أو مرهق من أو بسبب، تساوي sick of متعب أو تعبان بسبب. خلي بالك جدا 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 من المصطلح ده اللي هي fed up with. fed up with يعني ايه؟ fed up with مالل، زهقان. لو قلت I am fed up with، I am fed up with social media، يعني bored with، زهقان من. معنى كده ان bored with عكسها هنا interested in. طيب يبقى معناها not interested in. يبقى لو انا مش مهتم بحاجة يعني انا زهقان منها، مالل منها، يعني انا طهقان منها. يبقى fed up with بمعنى مالل او زهقان. good at و clever at و expert at. يعني ايه؟ يعني قلنا قبل كده لما احب اعبر عن المستويات بستخدم at. لما احب اعبر عن المستويات، شاطر في او جيد في، شاطر في او جيد او سيء، ده كله at at at. كان عندي good at وكان عندي bad at و great at و clever at و expert خبير at. وبعد at يا اسمي ing. sorry for معناها آسف، من أجل أو علشان. زي أنت ما بتقول كده للسير I am sorry for coming late، I am sorry for coming late، آسف يا سير إن جيت متأخر، اللي هي بتعني regret. يعني regret معناها يندم، regret something أو regret doing something. يبقى أقدر أقول regret، أنا I regret coming late، يعني I am sorry for coming late. طبعا مدين الاكسرسايز هنا على حروف الجر المهمة في الدرس، زي I couldn't finish reading that story، ما قدرتش اكمل الستوري دي، هي نفس فكرة الجملة اللي فاتت يا عبد الرحمن. I couldn't أيوة finish طبعا. reading، ما قدرتش اكمل لان I got fed up، اسمها fed up with. fed up with ولا يخلو منها امتحان على مدار الخمس ست سنين اللي فاتوا. I am sorry being late، انا اسف للتأخير. اقول له طبعا I am sorry for being late، انا اسف اني اتأخرت. my sister is in هي من في دولة اللي عايزة in، اسمها in اسمها in، يبقى اسمها interested in. بيقول لي he is in charge، اسمها in charge of اللي هي بتساوي responsible for. my father is for the family، لسه قايلينها اهو، يبقى اسمها responsible for the family. the bad news، the bad news الخبر السيء، الخبر الوحش ده، ماله؟ مسك. قلنا بستخدم هنا الفعل make بيسبب لي المرض، يبقى هنا made me sick that I couldn't answer. the police are still investigating، بيفحصوا بيدوروا. to know who is، عشان يعرفوا من هو، من هو ايه. who is not for the accident، for the accident يبقى عايزين نعرف مين اللي لا responsible قلنا فور، يبقى اسمها responsible for، مسؤول عن الحادث، اللي هي مين اللي مسؤول عن الحادثة. I met the man who was in of the factory، اسمها in على بعضها هي، اسمها in charge of، مسؤول عن، in charge of، مش in change ولا exchange، in charge of مسؤول عن. no one wanted to take the عايزة اسم، the عايزة اسم يبقى no one wanted to take the responsibility، محدش عايز يتولى مسؤولية الحادث.
Young children are often afraid of of dogs. Skyscrapers, ناطحات السحاب, are buildings in some cities and contain hundreds tall. of flats. طبعا tall. اوصفها هنا ان هي tall, ان هي tall buildings. يجيبها لي في الامتحان, اختار كلمه skyscrapers نفسها. هو مديني الوصف, قال لي tall buildings that have hundreds of flats, يبقى اسمها skyscrapers, ناطحات سحاب. We were surprised, كنا مندهشين طبعا, to see how high that نقط, it was about 200. اقول له طبعا هنا, اقول له ها skyscraper. Most students become very, معظم الطلبة become very يعني اصبحوا, وbecome هنا معناها am with are اللي بيجي بعدها صفة. About the result, about the result of exam. Worried about, worried about, worried about. هنحفظ كلماتنا اللي عندنا ونكمل بقية الاكسرسايز, بس قبل ما نروح للاكسرسايز تعال لك واحدة كده ولا اتنين في الريرايت. بقول she can do any math problem, هي تقدر تحل أي مسألة math. It's very easy. آه. يبقى هقول له she can do any math problem. She can do any math problem. It is a piece of cake. A piece of cake. وقلنا very easy معناها a piece of cake. دي حتة تورتاية. حتة تورتاية يعني حاجة سهلة. ده مصطلح حبيبي عندك معناها easy, معناها سهل. لما أقول a piece of cake يعني easy. The teacher asked me to be very careful. المدرس طلب مني أبقى be careful, أخلي بالي. يبقى هو طلب مني اني pay, ادفع له فلوس, لا اسمها pay. The teacher asked me to pay attention. Attention, pay attention, pay attention. بنفس الطريقة مديني الاكسرسايز زي ما شرحنا الكلمات والصفات دلوقتي. تمام. طبعا جزئية الجرامر ان شاء الله هتكون اللي هي استخدام الماضي المستمر والماضي البسيط. طبعا بفكرك ان الكلام ده احنا لسه شرحينه من فترة في النيو هالو, هنشرحه تاني هنا برضو عشان الناس اللي وقع في جزئيات الجرامر. تمام. وادي الملحوظات اللي عندك على وايل لازم يجي لي منها في الامتحان. تمام يا شباب, هنقفل لحد هنا دلوقتي كده, يعني يعتبر معانا نص او تلات ارباع كمان الوحدة التانية. يبقى مطلوب مننا نحفظ الكلمات, نحفظ الافعال والاسماء والصفات اللي هنا, جدول حروف الجر اللي قدامك قلت لك لا يخلو منه امتحان, اهو نقطتين تلاتة على الاقل في كل امتحان. اوكي تمام يا سيدي. تمام يا سير, يلا باي باي.